بين السلبيات اللي نتجت عليها اننا ما رافقناهمش ما كوناهمش من الابتدائي ولا من المتوسط على يلو كان 10 دقائق نصف ساعه في اليوم ولا نصف ساعه في كافية. الاسبوع كافيه لطفل صغير باش تمد له لمحه تقول له عبالك واش معناتها الحبس عبالك واش معناتها القوانين عبالك كي يدير هكذا واش يصرى واش ما يصراش الطفل هذاك حيولي متشوق نزرعوا فيه الرغبه ولا عنصر التشويق باش كي يكبر شويه يولي يحوس على الجانب القانوني يشوف باباه يسوق في الطريق يقول لا لا هنا يديروا بروسي على الاقل يعرف الطفل صغير ما خلوش ما يعرفش ولا نخلوه غير في مجال الدراسي ولا التاريخ ولا اللغه العربيه اكيد احنا رانا معاهم هذو المواد بصح في نفس الوقت القانون اصبح ضروريه من ضروريات الحياه.